اسمعني انا الاسم ديالي السعودية الزيدي، اصلي من مرحة دبن، وجيت هنا في الاربعينات. هاي لا جيت هنا لاني شبرت الوقت بزاف. انا انتم ما تكونش مخلوقين باقين، انتم كلكم قلتوا وانا باقي، انتم فايت. جيت صغيره، جيت باقا صحاحه هنايا، وهنايا شربت والمار شبرني المار وشبرني العاكس وشبرني. انا عندي 83 سنه، وكنت نحضر الناس نقبل الناس باقا بالترابي. انا ربي رشيده وربي نهز دفتر مني ونمشي نولد الناس، نمشي نغسل الناس. سقت الوقت بزاف مراحل الدبان، كانوا بقاو يبكوا عليا الشتا والحجاج يبكوا عليا. وجيت هنا تبارك الله ما كنتش نجلس، قال من عند هذا عند هذا، هذه دابا العائله جبرتها بقات بالزيزه هاي فيها. ها كنت نمشي عند ناس. وكيفاش بديتي بهذا الشيء هذا؟ واش اسمعني، حنا هذا الشيء كان مولود. قال لي العزيزه ديالي من العزيزه شبرته الوالده ديالي، الوالده ديالي كبرت بدات تخلنتين امشي عود عودي. انا رجعت نمشي من عودان، نمشي نغسل والميز تخلنتين نغسل، وانا نعطيك العين، انا نغسل وهي كتعطيني العين. نمشي نقبل هاي داكني تخلي انتين السعوديه انتين، قبل ما نمشي للحج وقبل ما نمشي اعتذروا معايا انتم ما يجون عندي زعما. اول مره دخلتي تغسلي الميت واش ما خفتيش؟ ما جبرتيش؟ ما انا معاوني ما كنت نخاف، انا كنت شجيعه وكنت عفريته في الشغل ديالي، ما كان حد في حالي ما خفت. ما كنتيش كتخاف؟ ما كنت نعرف قال الخوف كيف. انا شحال تقريبا د العيال يكونوا تزادوا على يدك؟ هنايا عندنا في غرب اليونس خالي ديالنا دي البلاد ديالنا هنايا دابا غادي كنا كنحسب العيال خرجوا لي 200 ومعايا ما نعرف شحال 200 صحيحه على الزياده ديالهم دابا غير هنايا. الحومه الكحله ما خليت، الديوانه ما خليت، الغرس ما خليت، الفابريكه ما خليت، القصارين ما خليت، الثوره ما خليت، لي نمشي. والراجل عمره ما كيردني، ما عنده غرض فيا يا اخي. الياس بارا اصبر ومشي الله يرحم والديك. تبارك الله ما كانش يرد. انت نهضر عودي، انا ما الهضره جبليه، احنا عندنا الهضره منقوصه ماشي مكبوله. لا ماشي مشكل، احنا كاملين ديالك تا هو الجبلي ديالنا. نعرف بالحق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.